أنا اسمي ياسمين عمروسي، ما عرفتكمش على نفسي، أنا مدرس معاكم كلينيكال باثولوجي. أهلا وسهلا. الباوربوينت بتفتح، أهلا بيك. تمام، برزنتيشن ظاهرة كده. برزنتيشن ظاهرة يا جماعة. ظهر يا دكتور، ظهر. تمام، اوكي. طيب احنا كده يعني قلنا هنتكلم عن ايه النهارده. هي المحاضرة ان شاء الله مش هنطول، بإذن الله هتكون ساعة بس. هي المحاضرة احنا بنتكلم عن دلوقتي، انا جالي حاجة من الحاجات اللي انتوا اخدتوها في الموديول بتاعكم، يعني مثلا انتوا واخدين موديول دلوقتي اللي هو الاندوكراين. طيب ايه الحاجات اللي لو انا دلوقتي دكتور باطنه ودخلت لي حاله في الرعايه، ايه الحالات اللي انا المفروض اخد فيها يعني كويك ديسيجن؟ والكويك ديسيجن دوت هيكون محتاج مني تولز ان انا استخدمها علشان اقدر اوصل للبروبر مانجمنت بتاع البيشنت. طيب فاحنا هناخد لابوراتوري فيو اوف اندوكراين ايمرجنسي ميديسن. طيب احنا المفروض ايه الاي ال اوز بتاعتنا؟ ان احنا المفروض نعرف ازاي ايه اللابوراتوري انفستيجيشن اللي انا اقدر اختارها عشان اوصل للدايجنوزس، لايه؟ للدي كي اي، للهايبر اوزمولر، هايبر جلايسيميك نون كوتاتيك كوما، للسيروتوكسكوزس كرايسيس، للمكسديما والاديسونيان كرايسيس. ازاي اختار ايه التستات اللي انا اختارها، وفي نفس الوقت ازاي بعد ما انا اختار التستات ديت ازاي انا اعرف اقراها وافهمها واعمل لها انتربريتيشن عشان اوصل للدايجنوزس. طيب انا كنت لسه بقول لكم ان احنا كلينيكال باثولوجي اول مره نخش لكم يعني، فانتم ما تعرفوش عننا، فانا احبكم تعرفوا كده نبذه سريعه عننا. احنا برانش من الطب بيبقى مسؤول عن اختيار لابوراتوري ميثودز واختيار بايو ماركرز جديده او بايو ماركرز موجوده علشان نوصل لتشخيص المرض، او نعمل فولو اب للمرض، او نعمل بروجنوزز للمرض، او نشوف التريتمنت بتاع المرض. يعني التريتمنت في المريض بيستجيب للعلاج ولا لا يستجيب. طيب التخصص بتاعنا احنا يعني بيساهم قد ايه في اتخاذ القرارات الطبيه؟ من 60 ل 70% بيقع اتخاذ القرارات الطبيه تحت النتائج بتاعت المعمل. طيب دلوقتي انت دكتور وعايز تختار مثلا تحليل مثلا علشان تختاره لمريض، مثلا لو انت عندك كذا تول عايز تشخص بيها مثلا للمريض، مثلا نتكلم مثلا عن البروستيت كانسر. لو قلنا على البروستيت كانسر مثلا، انا عندي ازاي اقدر اعمل دايجنوزز؟ ممكن اروح واحد اجي كده من العيان واخد منه بايوبسي، ودي حاجه انفيزيف، وفي نفس الوقت دي ممكن تعمل فليرنج اب لو هو كان عنده كانسر. طب انا عندي اوبشنز تانية في المعمل ممكن تساعدني ان انا اقدر اوصل كده لبروجنوزز، او تديني كده مثلا تقولي اه البيشنت ده ممكن اعمله بايوبسي، او البيشنت ده لا ما اعملوش بايوبسي. على اي اساس انا بختار الحاجات دي؟ ان انا لو انا عندي في مرض معين في تحاليل، انا بسمي التحاليل بسميها بايو ماركرز، لو انا عندي في بايو ماركر معين انا اقدر اكتبه للمريض ويكون نون انفيزيف، ده حاجه هايله. فبالتالي انا لما باجي اختار بايو ماركر علشان يعني افضله على طول تانية تشخيصيه، بعتمد ان هو يكون ايه، يعني يهمني يكون ريلايبل، يكون نون انفيزيف، يكون لو كوست، لان زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا لازم تكون الكوست بتاعه التست، يعني افكر دايما في الكوست افكتيفنس، يعني افكر اولا التحاليل اللي مطلوبه للمريض ديت هل هو طالبها، هل هي تفيده في التشخيص، وهل سعر التحليل دوت هيكون متماشي مع امكانيات المريض، مع ظروف المريض، مع المرض. هل يعني ما يعني مثلا ما تطلبش للمريض مثلا تست غالي جدا جدا جدا، لان يعني لن يضيف اي شيء للمريض. يعني التيست لما باجي اختاره برضه يكون هاي سنسيتيف وهاي سبيسيفيك. يعني اي هاي سنسيتيف وهاي سبيسيفيك، يعني ايه هاي سنسيتيف وهاي سبيسيفيك؟ هاي سنسيتيف يعني يديني نتيجه صح، هاي سبيسيفيك يعني انا لما اقيسه
للمرض دوت، هو بيدي مع المرض دوت النتائج بتاعته مش مع مرض تاني. يعني مثلا اكون بعمل مثلا رابت انتيجين للكوفيد، يكون هو سبيسيفيك للكوفيد، ما يكونش مثلا بيعمل انفلونزا فيروس مثلا رابت انتيجين، لا هو بيعمل الكوفيد. فكل احنا بنعمل في حاجه عندنا اسمها دايجنوستيك سنسيتيفيتي وحاجه اسمها دايجنوستيك سبيسيفيسيتي. هي الحته دي انا بقولها لكم عشان انت بعد كده لو انت قاعد بعد كده شغال مثلا في اي حته في اي مكان، ولقيت مثلا سمعت انت احنا في الكليه درسنا لك ان مثلا الديزيز الفلاني في تعمله التستات 1 2 3 4، طب افرض انت لما اتخرجت في بايو ماركر جديد ظهر، انت ازاي تقدر تحكم ان انت تستخدم التست دوت معاك في شغلك علشان تستخدمه وتكتبه للعيانين؟ ازاي تقدر تقيمه بافيدنس بيست ان هو لا ده تست كويس انا اقدر استخدمه؟ كل ما يكون هو كل تست بيطلع ممكن تقرا عنه بيقول لك مثلا السنسيتيفيتي بتاعته كذا، السبيسيفيسيتي بتاعته كذا، هو اعلى هو بيتقاس بالبرسنت، اعلى حاجه طبعا 100%. فطبعا كل ما يكون زياده عن 90% السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، ده معنى كده ان التست دوت البايو ماركر دوت حساس ودقيق، ان انا فعلا لو استخدمته هو هيشخص لي المرض دوت وهيديني نتيجه صحيحه. طيب دلوقتي انت مثلا دايما لما بيبقى عندنا تحاليل، انا دلوقتي عندي هي نتيجه تحاليل طلعت لي، انا ازاي اقدر اعمل انتربريتيشن للريزلت؟ انا طبعا بعمل انتربريتيشن للريزلت، اول حاجه بيطلع لي رقم يعني يعني بيطلع لي نتيجه، النتيجه ديت ممكن تكون هول نمبر فاليو يعني رقم حاجه كوانتيتيف، او ممكن يكون كواليتيتيف يعني بوزيتيف اور نيجاتيف. دي ممكن دي دايما النتائج اللي بتطلع لك من معمل في هذه الصورتين، يا اما حاجه رقميه يا اما حاجه كم يعني كيفيه اللي هي كواليتيتيف. طيب بقارنهم لايه؟ دايما بقول ان بنحط لكم احنا حاجه كده على الجنب اسمها ريفرنس انترفيل. يعني ايه ريفرنس انترفيل؟ ريفرنس انترفيل يعني لو هي يعني لو هي حاجه كوانتيتيف يعني رقميه بقارنها لحاجه اسمها ريفرنس انترفيل. ريفرنس انترفيل دوت يعني ايه؟ يعني انا باخد ناس طبيعيين ما عندهمش يعني المرض اللي انا بقيسه دوت، وباخد يعني باخد عدد كبير منهم، وببتدي اخد المتوسط اللي هو المين والستاندرد ديفيشن. في حاجة عندنا اسمها parametric data أو non-parametric data، ممكن تكونوا أخدتوها في الإحصاء، فعلى حسب يعني الأرقام اللي طلعت من تجميعة الناس النورمال دوت اللي أنا عملتها كانوا normally distributed، فبناخد المين والstandard deviation. لو ما كانوش normally distributed بناخد البرسنتايل. دي مش معلومه مش هتطلع لك في، انا بفهمكم بس دي حاجه للقراءه للمعرفه، يعني ايه الريفرنس انترفيل اللي بتتكتب جنب التحليل دي بتيجي منين. طيب هنبتدي دلوقتي في الموضوع بتاعنا. احنا قلنا عندنا هما في خمس حاجات هناخدها النهارده، هما الامرجنسيز بتاعت الاندوكراين. اول حاجه خالص الدايبيتك كيتو اسيدوسيس، هو بيجي منين الدايبيتك كيتو اسيدوسيس ديت؟ ايه انتوا ذاكرتوا البطن الدايبيتك كيتو اسيدوسيس مع انهي كومبليكيشن كده عارفينها؟ تايب 1. ايه؟ تايب 1 دايابيتس. تايب 1 دايابيتس. طيب هي طبعا ميجر ولايف ثريتنينج كومبليكيشن من الدايابيتس، موجوده اكتر مع التايب 1. في بعض الاحيان على فكره بتبقى موجوده في تايب 2 يعني بس قليله، لكن هي اكتريتها بتبقى موجوده في تايب 1. بتيجي كتير جدا يبقى في الاطفال الصغيرين، يبقوا مثلا خاصه لو هم عندهم يعني انسولين ديفيشنسي جامد يعني او ابسنت يعني انسولين، ممكن تلاقي طفل جاي في الرعايه بتاعه الاي سي يو عنده 9 اشهر جاي في كوما دي كي اي. فهو بيبقى مشهور قوي خاصة الأطفال، الأطفال الصغيرين أهليهم مش بيقيسولهم السكر مش متوقعين، فهو أول تشخيص ليهم أصلا بيجوا بدي كي إيه. طيب هو ليه كاركترستكس ايه؟ هي بيبقى هو عنده هايبر جلايسيميا، بيبقى عنده كيتوزز، بيبقى عنده اسيدوزز. هايبر جلايسيميا يعني ايه؟ يعني السكر بتاعه عالي قوي. كيتوزز يعني ايه؟ يعني في كيتون باديز بتبتدي تظهر. بتظهر فين في الكيتون باديز ديت؟ بتظهر في اليورين وبتبقى موجوده في البلاد. لو انا حبيت اقيسها في البلاد بس هي بتنزل في اليورين، فاحنا بنقيسها في اليورين. وبتظهر في البريست لان الكيتوزيس دوت هو الكيتون باديز اللي هم الاسيتون والاسيتو اسيتات والبيتا هيدروكسبيوتريت. الاسيتون دوت بيتطاير في النفس، بيطلع في النفس، بيحصل معاها كمان. انتوا خدتوا الاسيدوزيس قبل كده؟ خدوا الميتابوليك اسيدوزيس ولا لسه هتاخدوها الاسبوع الجاي؟ ما خدناش لسه في الاندوكراين الميتابوليك اسيدوز، بس درستوه قبل كده؟ يعني ايام التوكسو التوكسو. تمام. هو ايه الميتابوليك اسيدوسيس دوت؟ انتوا عارفين ان احنا جسمنا عندنا فيه pH صح كده؟
عارفين يا دكتور. انتوا عارفين ان احنا بيبقى عندنا في اسيد بيز بالانس في جسمنا، ربنا خلقنا ان احنا عندنا في مواد اسيد ومواد بيز في جسمنا. تمام. والجسم بيعرق ليه بي اتش نورمال للفانكشن بتاع، يعني انتوا عارفين طبعا ان جسمنا كله كيميكال رياكشنز، الكيميكال رياكشنز ديت بينتج عنها تفاعلات، فالتفاعلات ديت ممكن ينتج عنها اسيد او ممكن ينتج عنها بيز. فربنا بيبقى عامل في جسمنا ايكوليبريم بحيث ان يبقى فيه اسيد بيز بالانس، واحنا بنقيسه بيبقى ايه، احنا بنعبر عنه عن بايه، بالبي اتش. فاحنا بنلاقي البي اتش بتاعتنا النورمال من 7.35 لحد 7.45. طيب اسيدوزيس يعني ايه؟ يعني اقل من 7.35. الكالوزيس يعني ايه؟ يعني اكتر من البي اتش النورمال اللي هي ايه، اللي هي 7.45. فالبيشنت بتاعت الدايابيتك كيتو اسيتوزيس بيبقى عنده ثلاثه كاركترستكس، بيبقى عنده هايبر جلايسيميا يعني سكره عالي قوي، عنده كيتوزيس يعني عنده كيتون باديز، عنده اسيدوزيس يعني عنده ميتابوليك اسيدوزيس. يعني ايه ميتابوليك اسيدوزيس؟ يعني هنشرحها كمان شويه. طيب ايه السيمتومز اللي بتبقى موجوده مع الدي كي اي؟ يعني ممكن هو بيجي عند اطفال تايب 1 طبعا مش هيلاحظوا الحاجات دي، لكن هو احيانا بيجي عند الكبار. sometimes بيجي عند يعني حد اتنين ميكسد، ممكن يجي له كذا نوع كوما، ممكن يجي عند الكبار لكن غالبيته بيجي عند تايب 1. ممكن تيجي معاه سيمتومز ايه؟ بتيجي السيمتومز بتاعت السكر بس تبقى سيفير بقى شويه، يعني يجي له بوليوريا. بوليوريا يعني ايه؟ خدتوها، يعني يعمل يورين كتير، يخش الحمام كتير. يوريا جايه من يورين، بولي يعني كتير، مش انتوا اخدتوها؟ والله يا دكتور احنا عارفين الكلام ده، بس احنا لسه نايمين شويه، احنا مش طب حلو، ما انا هراجع معاكم عشان بص يعني دي احنا كده وبالراب يعني كده شويه حاجات من اللي انتوا خدتوها. بولي يعني كتير، يوريا يعني ايه؟ يعني يورين. فبولي يوريا يعني دي دايما دي اي بي سي. اما حد عنده سكر اما تقول كده حد عندك سكر تساله ايه؟ ايه ده، هو انت كنت بتصحى بالليل تخش الحمام كتير؟ هو انت كنت بتشرب ميه كتير؟ هو انت كنت بتاكل بس بتخس؟ فهي يعني فهو الدي كي ايه عنده اعراض بتاعت السكر اللي هي العاديه، لكن بيزيد عليها ايه بقى، بيزيد عليها التكيكارديا والديهايدريشن بيبقى عالي، وبيزيد عليها الهايبوتنشن، وممكن يوصل ان هو شوك يعني كوما. هناخد بعد شويه هناخد نوع تاني من الكومبليكيشن من الدايابيتس اللي هو النون كيتوتيك هايبر جلايسيميا، هنلاقي ان البيشنت لازم بيجي له كوما. لكن في البيشنت دوت لا، سوري يا ربي، ده اللي بيجي له كوما، التاني مش بيجي له كوما. البيشنت ده دايما يعني اغلبيه الدي كي اي اما بيكتشفوهم او بيكونوا حتى هم اطفال بيجوا لهم بيبقى بكوما. النوع التاني بيجي اكتر للكبار، فهم لا مش بيجوا لهم بكوما يعني. طيب يعني في السيفير كيسز ممكن يوصل بعد الكوما توصل كمان لشوك. طيب السكر في كده في حاجه اسمها امريكان اسوشيشن اوف دايابيتس. الامريكان اسوشيشن ديتا اوف دايابيتس هي دايما بتحط الجايد لاينز بتاعت السكر. يعني انا قعدت اشرح لكم من شويه احنا ازاي بنحط الريفرنس رينجز، لكن هنا بالنسبه للسكر دوت كان ليه ستاديز مختلفه خالص عشان نقدر نقول ايه النورمال رينجز لمريض السكر الطبيعي، الواحد طبيعي ومريض ما قبل السكر ومريض السكر. مهم تعرفوا الحاجات دي، مهم تعرفوا الريفرنس رينجز بتاعت السكر بالذات بتتحفظ، لان هي دي اللي بيتاخد عليها يعني هي مهمه بيتاخد عليها قرارات بسرعه. طيب ايه نوع الانبوبه في الاول خالص عشان نبقى عارفين احنا، لو انت طالب مثلا من المعمل تحليل، طيب انت بتطلب منه تحليل، هتقول للنيرس مثلا انا عايز هعمل للمريض دلوقتي اسحبي له سكر صايم وسكر فاطر وهيموجلوبين سكري. بالنسبه للسكر يعني لو سكر صايم او فاطر احنا بنسحب على انبوبه لونها رمادي. ليه اشمعنى الانبوبه ديت؟ لان الانبوبه اللي لونها رمادي ديت بيبقى فيها ماده مانعه للتجلط اسمها صوديوم فلورايد او بوتاسيوم اوكزاليت. الماده ديت بتمنع ان السكر اما احنا بنسحب الدم بيبقى بيبقى كرات الدم الحمراء موجوده مع البلازما، فالبلازما هو ديت اللي فيها السكر. كرات الدم الحمراء عايزه تتغذى فبتروح تتغذى على السكر اللي موجود في البلازما.
اجي انا اقيس للمريض السكر الاقي السكر بتاعه واطي جدا، مش علشان هو السكر بتاعه واطي، لا ده هو واطي علشان انا ما حطيتش ماده منع للتجلط، علشان كرات الدم الحمراء استهلكت السكر وهي قاعده كده في الانبوبه، يعني هي استهلكتها عشان تعيش. فعلشان كده احنا لما بنيجي بنسحب السكر للمريض بنسحبها له على انبوبه رمادي، الانبوبه الرمادي دي بتبقى ماده منع للتجلط علشان تمنع تفاعل كرات الدم الحمراء مع السكر اللي احنا عايزين نقيسه. طيب انا بقيس له ايه؟ بقيس له السكر الصايم وبقيس له السكر اللي بعد ساعتين. المنظمه الامريكيه للسكر هي قالت ان لو انا عايز اشخص مريض اول مره سكر لازم اخليه يصوم 8 ساعات، اقل حاجه يصومها 8 ساعات. بعد ما يصوم 8 ساعات انا بسحب له عينه عشان اقيس له السكر الصايم. الطبيعي اي واحد طبيعي يكون اقل من او يساوي 99. طب لو جه 100، هو المريض دوت ممكن يكون مريض ما قبل السكر؟ اه ممكن. هم قايلين السكر الطبيعي بتاع السكر الصايم بتاع اي حد طبيعي لحد 99. طيب ماشي خلاص. طب وقال لك لو انا دلوقتي طلبت للعيان، هي منظمة برضو الصحة الأمريكية قالت إيه؟ قالت إن أنا علشان أشوف حد أساسا طبيعي ولا عنده سكر بعمل له سكر صايم أو سكر فاطر بعد ساعتين أو بعمل له الهيموجلوبين السكري. طيب أنا علشان أعرف التلاتة دولت لازم أعرف النورمال بتاعهم إيه عشان أعرف أشخص الأبنورمال. فأنا كده قلت النورمال بتاع الفاستنج. طب إيه النورمال بقى بتاع اللي هو السكر الفاطر؟ سمعتوا قبل كده، رحتوا حللتوا قال لكم إحنا أعمل سكر فاطر كل حاجة وتعالى بعد ساعتين؟ سمعتوا يعني تعرفوا حد قبل كده شخص يعني راح معمل وقالوا له الكلام ده؟ ايوه اه يا دكتور، طيب فكرتوا قبل كده يعني هو ايه اللي مطلوب او ايه ده بالظبط؟ احنا كنا واخدينه يا دكتور اصلا، اللي هو انتوا البوست برانديال. اخدتوا ال هو اسمه 2 hour plasma glucose، انتوا خدتوه يعني عارفينه يعني خدناه في خدتوا اورو محاضرة جلوكوز الدايابيتس. تولرنس اه تيست؟ خدناه في محاضرة الدايابيتس. اه واخدت اورا جلوكوز توليرنس تيست؟ ايوه، مش هو طيب نفسه، حلو. مش هي نفس ايه؟ الفكرة، إن هو بياخد سوليوشن في 75 جرام اه جلوكوز صح، وبعد كده بيحلل بعدها بساعتين. برافو صح كده، هو ده، برافو عليك. هو بياخد 75 جرام انهيدروس جلوكوز احنا بندهوله في المعمل. في بعض الناس بيعملوا غلط، مثلا يقول للراجل اللي روح كل شوكولاته وتعالى، لا الاورال جلوكوز توليرنس تيست لازم يكون بياخد انهيدروس جلوكوز و75 جرام، ده الماكسيمم بتاع الادلت. الاطفال دي حسبه تانية، بس برضو الماكسيمم بتاعهم بيبقى 75 جرام. الحوامل ليهم برضو حسبه تانية، لكن الصح علشان انا اقدر اشخص على زي ما قالت منظمه الصحه الامريكيه، عشان اقدر اشخص مريض سكر لو انا عايزه اعمل له السكر الفاطر اللي بعد ساعتين لازم اديله 75 جرام بيتوزن في المعمل من انهيدروس جلوكوز. طيب النورمال بتاعه كام بقى؟ ده اللي انا عايزه اوصل له، بيبقى اقل من 109 139 مللي جرام بير دي سي لتر. تمام. طيب لو انا بقى استلو سكر عشوائي دلوقتي واحنا قاعدين كده يطلع كام السكر؟ يطلع مفروض يعني لو هو بني ادم طبيعي يطلع اقل من او يساوي 199 مللي جرام بير دي سي لتر. طيب لو انا عملت له جلايكيتد هيموجلوبين يكون less than or equal 5.6%. طيب تو راب ات اب، لو فاستنج بلاد جلوكوز في النورمال بتاعه يبقى كان يكون less than or equal 99، ال 2 اور بلازما جلوكوز يكون less than or equal 139، الراندوم بلاد جلوكوز less than or equal 199، الجلايكيتد هيموجلوبين تبقى كام؟ 5.6%. طيب ده كده كلها نورمال. زي ما انا قلت السكر، في سكر في مريض عادي، في مريض بري دايابيتك، في مريض دايابيتك. انا هقول دلوقتي الفاليوز بتاعت الدايابيتك، هتلاقوا في قفزه ما بينهم. تمام. اللي في النص اللي انا ما قلتوش هو ده البري دايابيتك. يعني انا مثلا هاجي اقول الاي دي اي قالت ان الفاستنج بلاد شوجر لو اكتر من او يساوي 126 136 كام؟ 126 يكون ايه؟ يكون مريض سكر. طب اللي ما بينهم اللي هو 100 لحد 125 يبقى ايه؟ يبقى بري دايابيتك. خلاص؟ يبقى انا هنا قلت السكر الصايم طبيعي لحد 99، المريض سكر بشخصه لو اكتر من او يساوي 126، لو ما بينهم اللي هي 100 او 125 يبقى المريض ده بري دايابيتك.
طيب لو انا عملت له 2 اور بلازما جلوكوز، تمام، انا قلت الطبيعي لحد كام؟ 139. طيب لو من مريض السكر لو اكتر من او يساوي 200 في ال 2 اور بلازما جلوكوز، طب اللي في بينهم في النص اللي هي من 140 لحد 199 بنسميه ايه؟ بري دايابيتك. الراندوم بلاد جلوكوز ما فيهوش بري دايابيتس. الجلايكيتد هيموجلوبين هو انا قلت 5.6، الدايجنوزس بتاعه بتاع الدايابيتس اكتر من او يساوي 6.5، تمام. لو هو بقى اللي ما بينهم اللي هو 5.7 لحد 6.4 ده بنسميه ايه بقى؟ بري دايابيتك. تمام ولا الكلام كتير؟ هتحبوا في حاجه اشرحها او حاجه ازودها؟ بص يا جماعة لو عايزين توقفوني أي وقت وقفوني، مفيش مشكلة. لو حد مش فاهم حاجة افتحوا المايك وقولوا. طيب أنا كنت هنا كل ده كده بتكلم على السكر، وقلت لكم إن نوع الأنبوبة نوع بتبقى جراي. طب هو في طريقة تانية إن أنا أقدر أقيس بيها السكر للعيان من غير ما أسحب له يعني أسحب له عينة دم وأوديها للمعمل؟ من اللي حواليكوا كده في طريقة تانية بنقيس بيها السكر في البيت؟ اليورين يا دكتور، في اجهزه. الاجهزه بالظبط. الاجهزه دي احنا بنسميها بوينت اوف كير تيستينج. يعني ايه؟ يعني في اجهزه بتبقى معموله بتكنيكس نقدر بتكنيكس ابسط اللي احنا بنستخدمها في المعمل نقدر نستخدمها للمتابعه بتاعت المريض، زي اجهزه السكر اللي موجوده في البيت، ودي احنا بنستخدمها برضو ممكن في المستشفيات في الرعايات، لان ساعات المريض بيبقى في الرعايه محتاج يعني تدخل سريع اسرع من ان انا اودي العينه المعمل. طيب هل ان انا اقدر اعتمد على النتائج بتاعتهم؟ ايوه اقدر اعتمد على النتائج بتاعتهم، لكن ليس في التشخيص الاولاني، ممكن اقدر اعتمد عليهم بعد كده في المتابعه وفي متابعه العيان المريض يعني، لكن التشخيص الاولاني بوديه المعمل. طيب هي دي بقى الكرايتيريا بتاعت الـ ADA بتاعت الـ American Diabetes Association اللي هي بنقول على أساسها إمتى أنا أشخص مريض سكر. مريض السكر بيتشخص احنا كل ده بنتكلم عن مريض السكر العادي، احنا لسه ما اتكلمناش على الدي كي اي. انا بس حبيت اديكم هنت عنها كده عشان تبقوا، لان هي مهمه. هي الاي دي اي الامريكان دايابيتس اسوشيشن قالت ان انا سكر الصايم بتاع المريض لو اكتر من او يساوي 126 ملي جرام بير دي سي لتر، تمام، في صيام قد ايه؟ على اقل حاجه هم كاتبين هنا اهو 8 ساعات. واخدين بالكم من المكتوب هنا ده 7 ملي مول بير لتر؟ انتوا خدتوا بالكم من اليونتس المختلفه اللي ممكن تطلع من المعمل؟ احنا يا دكتور مش علينا ملي مول، صح؟ اكيد مش هنقعد نحفظ ملي لا مول، احنا مش عارفين ارقام كتير. لا ما بالظبط. انا بص انا يعني في حاجات انا بقولها لكم عشان انا عايزاكم تبقوا دكاتره فاهمين. انتوا خلاص سنه سته ويعني وهتطلعوا وهتعالجوا الناس، فانا عايزاك تبقى عارف حاجات يعني اما تيجي تشتغل تبقى انت فاهم. يعني احنا عندنا في المعمل في عندنا 2 يونتس. يونتس اللي هي ايه؟ اللي هي اللي بتتكتب جنب العينه، اللي هي مثلا دي ملي جرام دي سي لتر، دي مكتوبه ملي مول بير لتر. احنا عندنا في كذا نوع، يعني لكل تيست او كل بايو ماركر ممكن يطلع له 2 يونت، حاجه اسمها كونفنشنال يونت وحاجه اسمها اس اي يونت او سيستميك انترناشونال يونت. فاحنا في مصر شغالين باللي هي دي اللي هي ملي جرام بير دي سي لتر، اللي هي ايه؟ اللي هي الكونفنشنال يونت. لو رحت مثلا بلاد امريكا مثلا لا مش شغالين بالكونفنشنال يونت، شغالين بالاس اي يونت. احنا في عندنا بيبقى في ازاي نعمل كونفرجن من واحده لواحده، في كالكوليترز او في بيبقى ايكويشنز بتتعمل يعني كده، بس يعني انا عايزاك تفهم ان دي هي دي بس دي بيونت مختلفه. احنا في مصر بنستخدم الكونفنشنال يونت، السعوديه او في بلاد تانية يعني كل بلد براحتها يعني، بس احنا يجري مثلا لما بيبقى الدكتورز او الفيزيشنز واخدين ان احنا دايما بنطلع بيونت معينه احنا مش بنغيرها، علشان انت ممكن تشوف مثلا لو انا بعت لك مثلا باليونت السبعه وهو متداول ان انا ببعتها بالملي جرام بير دي سي لتر، انت هتقول يا نهار ابيض مش هتاخد بالك من اليونت، هتقول يا نهار ابيض العيان الجلوكوز بتاعه سكر ده الراجل السكر بتاعه سبعه ده الراجل بيموت.
فاحنا دايما بنبقى يعني لما بيبقى في يونت احنا دايما بنبقى يعني خلاص كل في مصر كل الفيزيشنز بنبعت لهم الكونفنشنال يونت، خلاص احنا بنبقى ماشيين بالكونفنشنال يونت. تمام. طيب دلوقتي انا ايه الكرايتيريا بقى للدايجنوز بتاعت الدايابيتس؟ قلنا لو السكر الصايم اكتر من او يساوي 126، او هنا واخدين بالكم ان هو كاتب له او لو السكر الفاطر اللي هو الفاطر بعد ساعتين، لكن يشترط ان هو يكون في اورا جلوكوز تولرنس اللي هو واخد يعني 75 جرام انهيدروس جلوكوز اكتر من او يساوي 200، او السكر الهيموجلوبين السكري اللي هو جلايكيتد هيموجلوبين اكتر من او يساوي 6.5. تمام. او لو عملت له راندوم بلاد جلوكوز كان اكتر من 200، لكن لازم يكون معاه سيمتومز تانية زي ايه؟ زي ما يكون عنده اللي هي ايه اللي هي السيمتومز هي البوليوريا والبوليديبسيا والبوليفيجيا. تمام. هنا هم كاتبين حاجه هنا تحت بيقول ان مع انه ان انت لو كان عندك مثلا انت احنا دايما المريض بنطلب له بنطلب له الفاستنج والتو اور والجلايكيتد هيموجلوبين الثلاثه مع بعض، لو لقيت يعني ان 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 في واحد فيهم يعني مش ماشي مع التاني، يعني واحد مثلا طالع نورمال وواحد طالع هايبر جلايسيميك وواحد طالع بري دايابيتك، في الحاله دي انا لازم اخد من المريض عينه اخرى عشان اتاكد من النتيجه بتاعته، لان انا هشخصه ان هو مريض سكر هياخد للابد علاج للسكر. طيب ايه البايوكيميكال تشينجز اللي بتحصل في الدي كي اي واللي ان انا هو كل دوت علشان انتوا اخدتوا المفروض الحته دي صح؟ انا شفت لكم فيديو على يوتيوب صح؟ خدتوها؟ لا دكتور احنا اول مره نشوف السلايد دي بصراحه، اول مره تشوفوها. طيب ماشي. طيب هنقول ايه؟ هنقول في عندنا بايوكيميكال تشينجز بتحصل، ايه اللي هي اللي بيحصل في الدي كي اي؟ الدي كي اي ده عباره عن ايه؟ عباره عن الانسولين في جسم المريض وطي جدا. والانسولين دوت ايه شغلته؟ الانسولين شغلته ان انا اما باجي اكل سكر هو بيوطي السكر. بيوطي السكر ازاي؟ ان هو بيروح واخد كده السكر من ايده يروح مدخله جوه الخلايا. تمام. طيب دلوقتي واحد عنده احنا قلنا تايب 1 دايابيتس ده عنده انسولين ديفيشنسي، يعني ما عندوش اساسا انسولين، يعني ممكن يعني ناس ما يكونش عندها خالص، ممكن يكون عندها بنسبه قليله جدا، بس هاويفر هو مش قادر ان هو احنا عمالين ناكل في السكر، السكر عمال يزيد في جسمنا وفي نفس الوقت ايه يعني السكر مش بيخش جوه الخلايا، بيعوم ماشي في البلازما. انتوا عارفين ان احنا عندنا البلازما، وبعد كده يبتدي يخش بقى جوه من البلاد فيسلز، يبتدي يخش بقى جوه السيلز والانترستيشال بقى فلويد، يبتدي يخش ايه للسيلز علشان تبتدي السيلز هي اللي بيحصل جواها كل بقى الكيميكال رياكشنز، وهي اللي بتقدر تستهلك الجلوكوز. نتيجه ان الانسولين قليل فالسكر قاعد ماشي كده في البلاد فيسلز عمال يعلى. طيب هو بيعلى نتيجه ايه؟ انا قلت ان انا باكل. طيب افرض ان انا ما اكلتش. طيب انا افرض ان انا ما اكلتش، انا سكري بيعلى من ايه؟ سكري بيعلى ليه؟ اما الانسولين عندي بيقل، في عندي حاجه اسمها كاونتر ريجيلاتوري هرمونز بتزيد. ايه شغلتها اساسا الكاونتر ريجيلاتوري هرمونز ديت؟ هي شغلتها ان هي بتعلي السكر عن طريق ان هي بتشتغل على الكربوهيدرات وعن طريق البروتينز وعن طريق الفات. ليه هي معليه السكر؟ لان انت عندك البلاد فيسلز هي فيها سكر، لكن السيلز شايفه ان هي ما عندها السكر، هي السيلز حاسه ده هي ما دخلها السكر خالص خالص، فهي عماله فراحت هي بتعمل بقى سيجنلز تخلي الكاونتر ريجيلاتوري هرمونز ديت تزيد، لان هي شايفه ان هي ما عندهاش السكر. فالكاونتر ريجيلاتوري هرمونز اللي هو زي الجروس هرمون، زي الكورتيزول، زي الابينفرين، زي جلوكاجون، كل الاربعه دول بيروحوا شغالين علشان يعلوا السكر. بيعلوا السكر ازاي؟ بيشتغلوا على الفاتس، بيروحوا ماسكين الفاتس، بيروحوا عاملين ليها لايبوليسز. لايبوليسز يعني ايه؟ يعني بيروح مكسر الترايجليسرايدز. الترايجليسرايدز ديت عباره عن ايه؟ عباره عن فري فاتي اسيد بلس جليسرول. تبقى عباره عن فري فاتي اسيد بلس جليسرول. طيب دلوقتي اما بيحصل اللايبوليسيس دوت بتروح الترايجليسرايد تروح تتفكك من بعضها، تكون عباره عن ترايجليسرايد وفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد دوت اساسا هو سورس اوف انرجي،
هو الجسم عايز ان هو ما عندوش سكر، فهو عمال يحاول يجيب اني تايب اوف سورس اوف انرجي هو يقدر يشتغل عليه او يقدر يعيشه. فبيروح الفري فاتي اسيدز ديت بيحصل لها في حاجه اسمها بيتا اوكسيديشن. هي دي البيتا اوكسيديشن بتاعتها، عندنا في ماده اسمها الاسيتايل كو اي، بتبتدي يحصل لها بيتا اوكسيديشن لحد ما تعمل لنا ايه، بتعمل لنا الكيتونز اللي هم ايه بقى، اللي هم الاسيتو اسيتيت والاسيتون والبيتا هيدروكسي بيوتوريت. تمام، نتيجه هم دولت بقى الكيتونز دولت بقى بيقدروا، هم برضو سورس اوف انرجي، بيقدروا يعدوا للبرين علشان البرين بيقدر يستخدمه، ما بيقدرش يستخدم الفري فاتي اسيد لكن بيقدر يستخدم الكيتونز سورس اوف انرجي. الكيتونز ديت تبتدي تزيد عندنا في الدم، الاسيتون بيبتدي يتطاير من البق وبيطلع الريحه بتاعت الاسيتون، بيبتدي ينزل في البول يظهر. لو انا عملت لي يورين ستريب الكيتون الاقيه ظهر في البول بتاعه، يبتدي يجي له اعراض ان في كيتون اسيتون عنده عالي، زي ما يجي له ايه بقى الفوميتنج والاسيتون قلنا سميل اوف بريس. طيب البيتا اوكسيديشن دوت بتاعه اللي هو بتاعه الفري فاتي اسيد عشان يعمل كيتونز بيطلع هيدروجين اينز. الهيدروجين اينز دونت هي ماده اسيدك، يعني هو الرياكشن بتطلع هيدروجين اينز، هو عمال يعمل كيتون بوديز كيتون اينز، الهيدروجين اين عمال يزيد. احنا عندنا في حاجه اسمها، احنا قلنا في حاجه اسمها اسيد بيس بالانس، الهيدروجين دوت از اسيد، ايه اللي بيطلع يعمل له بافر؟ ماده اسمها الباي كربونيت. الباي كربونيت تطلع تعمل بافر علشان ايه الاسيد دوت ما يزيدش، فتفضل البايكربونيت عماله تستهلك فالبايكربونيت تقل، فالبيشنت يخش في حاجه كونديشن اسمها ميتابوليك اسيدوزز. تمام، طيب الميتابوليك اسيدوزز ديت في منها نوع ويز اناين جاب وويزاوت اناين جاب. الدي كي اي اللي بيحصل فيها حاجه اسمها ميتابوليك اسيدوزز ويز اناين جاب. جا منين الانين جاب دوت؟ جا ايه اساسا الانين جاب دوت؟ الانين جاب دوت ان احنا بيبقى عندنا فيه، احنا عندنا فيه الكترولايتس في جسمنا كاتاينز وانين. يعني ايه كاتاينز؟ اللي هي زي الصوديوم والبوتاسيوم، انين زي الكلورايد والبايكارب. احنا ربنا خلق لنا زي ما عندنا اسيد بيس بالانس، عندنا كمان في حاجه بالانس في الالكترولايتس. طيب يعني ايه؟ يعني المفروض يكون البوزيتيف كاتاينز يعني في اكوليبريم ما بينها وما بين النيجاتيف اناينز. تمام، طيب الاناين جيت بقى ايه اللي بيحصل بقى في الدي كي اي؟ بيحصل اللي انا بقيسه فيهم يعني الصوديوم والكلورايد والبايكارب. الاناين جيت دوت بتبقى حاجات ان ميجرد بتزيد، بتكون برضو زي مثلا زي الكيتون، بتكون مثلا ان هي بتبقى ليها عليها نيجاتيف تشارج مثلا، فبتروح عامله امبالانس علشان هي الميجرد الكيتونز ديت زادت كتير قوي فراحت مزوده الانين جاب. هو نورمال الانين جاب بتاعنا لحد 12. تمام، هو بقى تلاقي في البيشنت بتاع الدي كي اي هتلاقي عنده ميتابوليك اسيدوسيس والانين جاب بتاعته كبيره، يعني هتلاقي لو ما تتحسب هتلاقي مثلا 18. تمام، يا بس انا عارفه ان الحته دي صعبه، بس واحده واحده ان شاء الله ايه هنعرفها يعني. طيب يبقى احنا قلنا كده في الانسولين بيقل، الكاونتر ريجولاتوري هرمونز بتزيد، فالكاونتر ريجولاتوري هرمونز ديت شغلتها ان هي بتعلي السكر عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي بتمسك الفاتس تكسرها، فبتروح عامله لايبوليسيس، فما بيحصل عندنا لايبوليسيس، فالفري فاتي اسيد بتزيد. الفري فاتي اسيد لما بتزيد بيحصل لها بيتا اوكسيديشن، تروح عامله لي كيتونز، تروح عامله لي اسيتون، الكيتونز بتعمل ميتابوليك اسيدوزس وتعمل لنا اناين جاب. هي دي الحته اللي ما قلنا اللي هو الهيدروجين اين بيبتدي يعلى، فبيحصل له كونسامشن وبيحصل له برده الاكسكريشن بتاعه بيقل. طيب دي كده الشغل بتاعتها على الفاتس. طيب هي بقى ازاي بقى الكاونتر ريجولاتوري هرمون تشتغل على الكربوهيدرات؟ واحد عايز يعلي السكر هيعمل ايه؟ احنا جسمنا بيبقى مخزن جلايكوجين لوقت الحاجه، فهو عايز يعلي السكر فهيروح مكسر الجلايكوجين، فهيعمل ايه؟ جلايكوجينوليسيس. طيب وعايز يصنع سكر جديد فهيعمل ايه؟ هيعمل جلوكونيوجينيسيس. خلاص، طيب فنتيجه بقى كل دوت، نتيجه ان الجلايكوجينوليسيس بيزيد والجلوكونيوجينيسيس بيزيد، نتيجه كل دوت بيحصل ايه؟ ان السكر اللي في دمي عمال يزيد. تمام، انا عمال السكر بتاعي عمال يزيد. السكر دوت انت ما بتيجي تحط سكر بيبقى ليه
ليه اسموتيك باور، يعني السكر والملح والحاجات دي ليها اسموتيك باور. فانت واحد تخيل انت عملت تحط سكر في كوبايه، عملت تحط سكر في كوبايه، فايه اللي بيحصل؟ الاسمولاليتي يعني الذوبان بتاع السكر، في يعني وجود الدم عمال يزيد، في السكر عمال يزيد في الدم. فنتيجة كده لما السكر عمال يزيد يزيد يزيد، ايه اللي بيحصل بعد شوية؟ المية اللي في جسمنا بتبتدي تنزل من الجسم نتيجة ان السكر زايد قوي في البلازما، فالمية بتبتدي تسيب الجسم وتروح نازلة عشان السكر اللي عالي فوق دوت. وفي نفس الوقت السكر يبتدي ينزل في البول، فيحصل عندنا حاجة اسموتيك دايوريسيس، يعني يبتدي المية اللي في جسمنا تنزل في البول نتيجة ان السكر العالي دوت بسبب الاوزموزس بتاعه. والمية وهي نازلة بتروح واخدة معاها الصوديوم، البوتاسيوم مش بينزل زي الصوديوم، بيفضل موجود بكميه فوق. فبالتالي بيحصل ايه بقى عند المريض؟ المريض بيبقى من جوه ما فيهوش ميه، بيبقى سكره عامل كده زي الحاجه الناشفه كده، هو البلاد فيسلز مليانه سكر ومن غير دم، فبالتالي البيشنت بيخش في ايه؟ في دي هايدريشن. طب هو دوت بقى السيمبتومز اللي بيعمل للبيشنت بولي يوريا، هو ده السكر الكتير بيخلي المريض زي ما احنا قلنا الاوزموتيك دايوريسيس بتاعه، عشان هو الميه عماله تنزل في البول، فالبيشنت عنده بولي يوريا يعني عنده بول كتير. طيب عنده بولي تيبسيا، ايوه، واحد البلاد فيسلز بتاعته ما فيهاش ميه لكن مليانه سكر، فعمال ايه؟ بولي ديبسيا، يعني بيشرب كتير، عمال يشرب كتير، عمال يشرب كتير، فالبيشنت يبقى عنده بولي يوريا، بيبقى عنده بولي ديبسيا. قلنا الاوزموليتي ديت يعني ذوبان السكر في الدم، وجود السكر في الدم بيبقى عالي لان احنا قلنا الميه عماله تنزل وتسيبه وهو بتبقى كده. الصوديوم بيبقى واطي، البوتاسيوم بيبقى عالي. احنا قلنا بيبقى في دي هايدريشن عندنا، نتيجه الدي هايدريشن الكلى بتعمل ايه بقى؟ ما بتلاقي كده الجي اف ار بيروح قلل، لان هو لاقي انا ما عنديش ميه. جلوميرولر فلتريشن ريت، احنا على الكلى بتاعتنا بتفلتر الدم اللي بيجي لها، هي اساسا مش جاي لها غير حبه دم قليلين، فايه اللي نتيجه اللي بيعلى نتيجه كده؟ اليوريا بتعلى نتيجه كده هو. طيب ده مهم ليه احنا نفهمه؟ علشان انا بقى اما اشوف اللابوراتوري انفستيجيشنز انا ببقى فاهم، اما اشوف اللابوراتوري فايندنجز انا هعرفها على طول من غير ما احتاج، يعني هعرف افسرها وافهمها. طب انا اتوقع الاقي ايه بقى في المريض؟ اتوقع الاقي ان البلازما جلوكوز بتاعه، احنا قلنا ان النورمال بتاعه الراندوم، انا بتكلم هنا على الراندوم، احنا قلنا الراندوم كان لحد 200، فانا راجل عنده دي كي ايه اكيد عنده اكتر من 250 ميلي جرام بير دي سي لتر. متوقع الاقي عنده ايه كمان؟ متوقع الاقي عنده في اليورين اناليسيز هلاقي عنده جلوكوز ولاقي عنده كيتونز. الكيتونز اللي بتظهر في البول هو الاسيتون والاسيتو اسيتات، البيتا هيدروكسيد بيوتريت مش بتظهر في البول. لو انا عملت له بلاد جاز دلوقتي هلاقي عنده ايه؟ هلاقي عنده ميتابوليك اسيدوزس وذ انين جاب. احنا انا كنت شرحت لكم النورمال بي اتش من 7.35 لحد 7.45، هو بيبقى بقى عنده ميتابوليك اسيدوزس يعني نزل تحت الاسيدك تحت السبعه، فهتلاقيه بقى ايه؟ اقل من النورمال بتاعه. والانين جاب بتبقى اكتر من 15، يعني من 10 ل 15 تبقى اكتر يعني من الطبيعي. طيب قلنا البان احنا عارفين اليوريا عباره عن 2 بان في بعض، اليوريا هي البان، لكن البان 2 بان عملوا 1 يوريا. تمام، الاقي ايه؟ الاقي الصوديوم بتاعه واطي زي ما احنا قلنا، علشان هو الاسموتيك دايوريسيس، علشان هو الصوديوم الميه بتنزل وبتاخد معاها الصوديوم، لكن البوتاسيوم بيفضل ريتيند فوق فالبوتاسيوم بيعلى. طيب دكتور بعد اذنك كان عندي سؤال بس. اتفضل. في السلايد اللي فاتت مكتوب ان السيفير دي كي اي البايكارب هلاقيها اقل من 10 ملي ايكويفالنت، ومكتوب اكتر من 15 ملي ايكويفالنت في المايل دي كي اي، مش المفروض تبقى اقل من 15 مش اكتر من 15؟ انت عارف، بص هقول لك، انت احنا هنا بنتكلم على البايكارب مش بنتكلم على الانين جاب، صح كده؟ انا بتكلم على الباي كورب. بس هي الحته عايزه تتنزل. في المايلد اكتر من 15، ومش المفروض تبقى اقل من 15؟ لا بص، احنا الباي كورب دوت ايه اللي بيحصل له هنا؟
البايكارب المفروض، مش احنا قلنا ان الكيتوزيس ده بينتج عنده هيدروجين اينز صح؟ تمام. وبعدين فالبايكارب ده بيطلع يعمل ايه؟ يعمل كونسومشن للهيدروجين اين اللي طلعت ديت. كل ما تبقى الحالة شديدة ماشي، كل ما البايكارب هيبقى كونسومشن اكتر، يعني تمام الكونسومشن تمام بتاعه اكتر صح؟ فهو مثلا البايكارب هنا حصل له كونسومشن جامد، فقل بقى ايه؟ اقل من 10 تمام تمام؟ انا بتكلم لكن في المايلد. ما هو في المايلد بقى هيبقى لان الكونسومشن اقل من السيفير، فهتلاقيه اكتر منها شويه. يعني اكتر دي صح، يبقى اكتر من 15 بس اقل من 22، عشان نورمال 22 ل 26. ايوه صح، ما تمام هو كده كده، هو كده كده يبقى اقل من الطبيعي واخد بالك؟ لكن في حالات مايلد وحاجات سيفير. في الحالات المايلد هو عمل كونسومشن، بس الكونسومشن مش جامد قوي. في الحالات السيفير لا، ده ايه؟ ده خلصه. فهمت تمام قصدي؟ تمام تمام بس هو طبعا في جميع، ما فيش حاجه اسمها ميتابوليك الكالوزيز اصلا، ميتابوليك اسيدوزيز من غير ما البايكار بيقل. لازم ميتابوليك اسيدوزيز، انتوا لسه هتاخدوها. في حاجه عندنا اسمها ميتابوليك وحاجه اسمها ريسبيراتوري، في حاجه اسمها اسيدوزيس وحاجه اسمها الكالوزيس. تمام تمام هو الموضوع ان شاء الله بسيط يعني، هو بس ايه يعني محتاج بس تفهمه في الاول، وبعد كده باذن الله يبقى بسيط ان شاء الله. لو تحب توقفني في اي وقت اتفضل. شكرا. طيب نعم، بص دلوقتي بقى انا كده ايه، قلت اجيب لكم كده كيس كده، نعمل ايه نفكر مع بعض. ولد عنده 14 سنة، دخل مع مامته الامرجنسي روم، مدروخ وفي كوما. البريزنج بتاعه اسمه ساينج بريزنج، على فكرة البريزنج الاسم بتاعه العلمي. عنده رابد شالو بريزنج، ريحة بقه اسيتون، البالس ريت بتاعه عالي 129 بيت بير مينيت، والبلاد بريشر بتاعه واطي، عنده هايبوتنشن. السيمتومز دي كلها خلت الدكتور ممكن يفكر ده خد مثلا الهيستوري بتاعه، لقى ان هو عنده حد في العيله عنده سكر، اخوه كان عنده سكر، في هيستوري في العيله بتاع سكر. فالدكتور ابتدى عمل له الرابد بلاد بلازما جلوكوز، راندم بلازما جلوكوز تيست، عمله له طلع السكر بتاعه 550، عمل له اليوريا طلعت 98 اللي هي النورمال بتاعها اساسا لحد 20، عمل الصوديوم لقى واطي لقى 128 اللي هو اساسا النورمال بتاعه بيبتدي من 135، اسلو البوتاسيوم لقاه عالي، اسلو البي اتش بتاعه لقاها 7.1 يعني اسيدك. انا هنا ما كتبت لكمش البايكارب، بس احنا زي ما الدكتور قال كده معانا لو عملنا البايكارب هيبقى واطي. الانايون جاب لقاه عالي، احنا شرحنا ليه الانين جاب بتاعه عالي. اليورين اناليسيس لقى فيه 2 جلوكوز، انت عارفين تطلع لما بنعمله كواليتيتيف ده ستريب بتطلع لك يعني هي بوزيتيف قد ايه، ده الكواليتيتيف تيست، فبوزيتيف يعني 2 يعني مثلا في 3 4 لكن هو 2 يعني في 1 و2 3 4 ف2 ده يعتبر عالي لان الطبيعي يبقى نل، وفي 3 بلس اسيتون. طيب ده كده يتشخص ايه؟ سهله ايه؟ ده كده مريض ايه؟ كي ايه ايوه بس كده خلاص، هو ده كده مريض ده دي كي ايه، دوت الفايندنجز اللي يعني ممكن نلاقيها في المريض بتاع الدي كي ايه. طبعا الدي كي ايه بتبقى محتاجه رابت مانجمنت، انتوا بقى اخدتوا المانجمنت بتاعه في السكر في البطنه. ان في نقطه كمان مهمه على فكره لازم تاخدوا بالكم، ان مريض ان انتوا خدتوا الهايبوجلايسيميك كوما، أخدتوها هايبوجلايسيميا هايبوجلايسيميك كوما. مريض السكر يعني عامة يعني الهايبوجلايسيميك كوما أخطر كتير جدا من الهايبرجلايسيميك كوما، زي يعني زي الدي كي إيه أو النان كيتوتيك هايبر سمولر. الهايبوجلايسيميك كوما البيشنت لازم تلحقه أول ما تشك إن هو عنده هايبوجلايسيميا. هما بيقولوا لكم بقى السيمتومز بتاعتها، مش عارفة بيبقى عنده سويت، عرق بارد،
الهايبوجلايسيميا الكوما لازم يعني مريض انت شاكك هو هايبو او هايبر لازم تديله اول حاجه سكر تحت لسانه. ليه؟ لان المريض اللي هو الدي كي اي لو انت زودت له السكر، السكر ده مش هيموته دلوقتي يعني السكر الزياده، لكن المريض اللي عنده هايبوجلايسيميا اما بتدي له السكر انت المخ ما يقدرش يعيش اكتر من 10 دقائق من غير سكر. فانت انت كده البيشنت يعني انت بعدت عن الحاجه الوحشه، لكن حتى لو هو كان هايبرجلايسيميا وانت اديته سكر هو لن يضره في شيء، لكن ان كان هايبوجلايسيميك وانت اديته السكر فانت البيشنت دوت انقذت حياته يعني. فالهايبوجلايسيميك كوما اخطر كتير جدا من الهايبرجلايسيميك، لان الهايبوجلايسيميك كوما از يعني لايف ثريتنينج يعني. طيب بعد كده الكوما اللي بعديها هي الهايبر اوزمولا هايبر جلايسيميك. هي تفرق ايه عن التانية؟ تفرق عن التانية ان هي بتبقى ما فيهاش اللايبوليسيس، ما فيهاش لايبوليسيس. يعني ايه ما فيهاش لايبوليسيس؟ يعني هي بيبقى الراجل ده بيبقى عنده لسه فيه شوية انسولين موجودين، فالجسم يعني الكاونتر ريجولاتوري هرمونز مش شغاله يعني بكامل جامده قوي، يعني لدرجه ان انا ان هي تبتدي محتاجه انرجي من الكيتونز وتعمل كيتوزز. لكن هو عنده سكر عالي، عنده سكر عالي جدا. هما دايما حتى ما يعني تقروا فيها يقول لك هما مش عارفين ليه بيبقى هو عنده السكر بتاعه عالي، يعني بيبقى عالي قوي كده اعلى من الـ من الدي كي اي، بس بيبقى فيها يعني ليها كذا ثيوري. سبب ان هو السكر بتاعه اعلى منه ان هو ان الـ إن, ان هو الانسولين عنده بيبقى قليل، لكن هو مش يعني بس مش قادر ان هو يدخل السكر في الدم، فالسكر برضو عمال يعلى. يعني هو عنده الانسولين بتاعه قليل لكن اكتر من الدي كي اي، لكن هو برضو مش قادر ان هو يدخل السكر جوه الدم. طيب هو يفرق ايه عن الـ عن الدي كي اي؟ هو بيبقى موجود في اسمها نون كيتوتيك هايبر جلايسيميك. قلنا نون كيتوتيك يعني هو ما فيهوش كيتون بوديز، بتبقى اكتر موجود مع التايب 2 دايابيتس. المورتاليتي ريت بتاعته اعلى من الدي كي اي، يعني الهايبر ازمولر هو بيبقى موجود اساسا، يعني لما بيجي بنسبه قليله، هو مش بيجي كتير يعني. لا يعني لازم يكون هو سام تايمز بيجي عند مثلا واحد اول مره يتشخص سكر، وده بيبقى شخص مهمل جدا لان هو شخص كبير عنده الاعراض بتاعت السكر وفضل سايب نفسه للدرجه ديت، يعني بتبقى يعني نسبه قليله يعني. لكن المورتاليتي ريت بتاعته لو حد دخل فيها بتبقى المورتاليتي ريت بتاعته اعلى من الدي كي اي. الكوما از ريرلي سين، يعني هو بيبقى بس دراوزي، يعني بيبقى دراوزي. السيرم اوزمولاليتي لما بيبقى اكتر من 340، ما قلت انا قلت لكم سيرم اوزمولاليتي ديت يعني ذوبان السكر اللي متدوب جوه الدم. هنا بيبقى السكر تركيزه في الدم بيبقى اعلى كتير جدا من الدي كي اي، ورغم كده برضه هو ما فيش كيتون باديز بتتكون. احنا كنا قلنا الكيتون باديز لما بتتكون قلنا هي اللي بتبتدي بتعمل كونسامشن للبيكربونيت، فبالتالي البي اتش بتاعنا بيقلب اسيدوزز. طيب هنا الراجل ده ما عندوش اساسا كيتون بوديز، فالبي اتش بتاعته بتبقى ما بتبقى نورمال، يعني بتبقى في النورمال، يعني هي اكتر من 7.3. البايكارب لان هو ما حصلوش اسيدوزز فالبايكارب بتاعه يعني ممكن هيبقى يعني اقل من النورمال، لكن ازيد من 15. السكر سوري السكر بتاعه بيبقى اعلى كتير قوي من الدي كي اي. تمام. طيب ايه اللابوراتوري فايندنجز بقى اللي انا بلاقيه؟ السكر بتاعه هلاقيه اكتر من 600 مللي جرام بير دي سي لتر. اللي هلاقي عنده الستريب هيبقى الاقي فيه جلوكوز، هلاقي الستريب بتاعته الاقي فيها جلوكوز. الفينس بلاد بتاعه هلاقي البي اتش بتاعته هلاقيه اكتر من 7.3. البايكارب يبقى اكتر من 15. السيرم اوزمولاليتي قلنا ذوبان السكر لان السكر عنده في دمه اكتر، فالسيرم اوزمولاليتي بتاعته بتبقى اعلى اكتر من 320، وده اكتر من الطبيعي. البان برضو لان هو برضو نفس الفكره، السكر هيعمل اوزماتيك دايوريسيس لان هو زي ما قلنا السكر ليه اوزماتيك باور، ليه قوة امتصاص، فيروح منزل السكر وهو نازل في هو ايه اللي بيحصل؟ السكر كتير قوي في الدم فبيروح نازل في البول، هو نازل في البول بيروح واخد معاه المية وبيروح واخد معاه الصوديوم، بس البوتاسيوم بيفضل فوق. طيب في الهايبر في الـ في الـ
في الهايبر اوزمولر دوت الصوديوم سامتايمز بيفضل عالي. ليه الصوديوم عنده بيفضل عالي؟ كانوا ايه؟ استني افتكر. هايبرناتريميا. السكر كان بيفضل عالي لانه تقريبا، بص مش فاكره قوي دلوقتي، هبقى ابص عليها تاني واقولها لكم. السكر بتاعه الصوديوم بتاعه كان بيبقى عالي ليه، بس هو الصوديوم بتاعه كان ممكن بيكون لو، او ممكن بدل ما يبقى لو بيبقى هايبر ناتريميك، وهو ممكن يكون نتيجه الجلوميرولي فلتريشن. انتوا عارفين ان الصوديوم والبوتاسيوم وكل الحاجات دي بتتفلتر في الجلوميرولاي، فممكن يكون الصوديوم بيكون ريتيند، مش بيتفلتر مع الـ مع الـ مع يعني مع في الـ في الـ في الـ في الجي اف او في الجلوميرولس يعني. طيب ايه طب الفايندنجز؟ دكتور، اتفضل. هو مش الهايبر ناتريميا دي ممكن تبقى ريلاتيفلي، يعني عشان هو عنده دي هيدريشن ولوست ووتر، فممكن تبقى ريلاتيفلي عنده هايبر ناتريميا. ايوه صح، معاك حق، this is true. صح، هي دي صح، هو فعلا علشان تبقى relative. صح، معاك حق، this is true. ميرسي يا دكتور علي. العفو. صح، هو دكتور علي ولا مين اللي اتكلم؟ هو مين اللي جه؟ انا هو عارف. ميرسي يا علي. تمام، اوكي. طيب ايه الفايندنجز بقى هنا اللي هنلاقيها مختلفة عن التاني؟ هنلاقي ان هيبقى patient old age، عنده lethargy، يعني الكونشس ليفل بتاعه يعني عنده lethargy بطء كده وهو بيتكلم شوية. هنلاقي ال patient is extremely dehydrated عشان قلنا السكر هيبقى عالي قوي. طيب هنلاقي السكر عنده ايه هنا؟ ممكن ده هنلاقي السكر اكتر من 600، هنلاقيه عالي قوي عنده. تمام، اليوريا بتبقى اعلى كمان من الليفلز بتاعت الدي كي اي. زي ما قلنا الصوديوم زي ما دكتور علي برضو يعني قال لنا كده، هيبقى ممكن يكون نورمال او ممكن يكون هايبر ناتريميك، هتكون ريلاتيف فعلا، لان نتيجه ان الميه اللي عماله تنزل جامد قوي دوت، والصوديوم بقى ريلاتيفلي اعلى منها. البوتاسيوم بيفضل عالي لان هو بيبقى ريتين. قلنا البي اتش بتاعتها بتبقى نورمال لان ما فيش كيتون بوديز. الانين جاب بيبقى نورمال. الستريب بتاعتها هنلاقي ممكن جلوكوز ما نلاقيش اسيتون. السيرم اوزموليتي بتاعتها هنلاقيها اعلى من الطبيعي، هي المفروض لحد 295، دي بتبقى اكتر نتيجه ان السكر كتير قوي اكتر من المفروض يكون موجود. طيب المانجمنت بقى بتاعت البيشنت دوت بقى، انتوا اكيد بقى هتاخدوها، انتوا خدتوا المانجمنت بتاعتها. المفروض هناخدها في الامرجنسي، مع الامرجنسي ادفان. امال انتوا اخدتوا ايه في البطنه؟ مش دي الحاجات اللي انتوا احنا في البطنه خدنا ديفينيشنز وقالوا لنا انتوا الكومس او الامرجنسيز دي في الدايابيتيك امرجنسي هتاخدوها تبع الامرجنسي. مش ده مجرور الامرجنسي؟ ايوه احنا هناخدها في مش في البطن، هناخدها تبع موديول الامرجنسي. يعني كان في محاضره النهارده اسمها مانجمنت اوف اندوكراين الامرجنسي. ما خدتوهاش يعني؟ لا لسه، المفروض النهارده يعني. طيب اوكي تمام اوكي طيب اوكي طيب يعني طيب كويس. انتوا عشان بقى ما تخشوا يعني تشوفوا التحاليل بقى مع المانجمنت، تكونوا بقى ايه alert كده عشان تعرفوا ايه المانجمنت المظبوط اللي المفروض نعمله يعني. طيب ايه الامرجنسي اللي بعديها عندنا؟ في حاجه عندنا السيروتوكسكوزيس كرايسيس، او الاسم التاني بتاعها السيروتوكسيك ستورم. دي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انتوا عارفين ان بيبقى احنا عندنا في حاجه اسمها هايبو سيروديزم وحاجه عندنا اسمها هايبر سيروديزم، صح كده؟ انتوا خدتوها دي في البطنه. طيب احنا اخدنا، انتوا عارفين ان احنا جسمنا بيطلع، انتوا اكيد خدتوا الباسوي ازاي الثيروكسين جسمنا بيطلعه، وان احنا عندنا ان الثيرويد يعني هرمون دوت اتس فيري امبورتنت للميتابوليزم، ومهم جدا للكربوهيدرات والفات والليبيدز ميتابوليزم، والكونسومشن بتاعنا بتاع الانرجي بيعتمد على الثيرويد جلاند.
sometimes some people بيبقى عندهم hyperthyroidism. Causes of hyperthyroidism are multiple, يعني causes ممكن تكون حاجات autoimmune, ممكن تكون حاجات idiopathic, ممكن تكون حاجات androgenic, حد بياخد مثلا ثيروكسين زيادة. الثيروتوكسيك كرايسيس ديت او ستورم ان هي بيحصل ان الثيرويد هرمونز بتاعنا جامد جدا, بيحصل فيها اكسسربيشن و اكسسربيشن اوف ثيروتوكس كوزز. ممكن يكون حد اساسا عنده هايبر ثيروديزم او حد خد علاج او يعني, بس بيكون طبعا عنده هايبر ثيروديزم من الاساس ويكون حصل له بريتسبوزنج فاكتور, حصل له مثلا انجري, حصل له انفكشن, دخل سيرجري, او حصل له مثلا مايكوجين انفاركشن. دي تدخله في حاجه اسمها توكسيك ستورم, هي حاجه خطيره. ايوه حاجه خطيره, it is life threatening. لو البيشنت انت اول ما تشك ان هو عنده سيروتوكسيك ستورم, البيشنت دوت لازم تعمل له مانجمنت على طول. يعني هو ايفن الدايجنوزز بتاعه بتبقى اكتر منها ان هي كلينيكالي اكتر من ان هي, يعني انت مش لازم تستنى نتائج المعمل لو انت شاكك ان البيشنت دوت داخل في سيروتوكسيك ستورم. لو انت من الهيستوري بتاعه مدي الهيستوري بتاع سيروتوكسيك ستورم, لو هو اساسا يعني معروف ان هو هايبر سيرودك يعني بيشنت يعني. فذا دايجنوزيس از بيست اون كلينيكال فيتشرز نوت اونلي اون تيست لابوراتوري تيست فايندينج. If the patient clinical picture is consistent with thyroid storm, do not delay treatment pending laboratory confirmation of cytotoxicosis. طيب طب ايه, طب خلاص انت دلوقتي عندك وقت ان انت تقدر تعمل للبيشنت التحاليل بتاعته. انا هلاقي عنده ايه؟ هلاقي عنده, انتوا عارفين الثيرويد هرمونز ديت طبعا بتطلع من الثيرويد جلاندز. طيب هي بتطلع تحت افكت ايه؟ which هرمون؟ يعني ايه الهرمونات اللي بتطلع توتال تي 3 وتوتال تي 4؟ طيب هما الاثنين دول بيبقوا ماسكين في بروتين, فهما بيبقوا inactive, لكن الاكتيف منهم هو الفري تي 4 والفري تي 3. هما دول الاكتيف ثيرويد هرمونز. بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من الثيرويد جلاند. طيب في بقى, انتوا اكيد اخدتوا البروسيس اوف فورميشن اوف الثيرويد هرمونز, صح كده؟ البايندنج بتاعه مش انتوا اخدتوها؟ خدتوهاش؟ اخدتوها. طيب تمام. يعني sometimes انت المهم تفهم ترتيب الحاجات ايه علشان يبقى مخك وانت بتعرف تعمل diagnosis. اما بتبقى فاهم ال pathophysiology وال biochemical changes بتقدر تعمل interpretation اسرع. طيب هي المفروض بتطلع منين؟ احنا عندنا في حاجه اسمها hypothalamic pituitary axis. الهايبوثالاميك بيطلع اللي هي الثيرويد ريليزنج هرمون, يروح رايح على الانتيريور بيتيوتري, يروح قايل لها طلعي الثيرويد ستيميليتنج هرمون, فهي تروح راحه مديه الامبلس للثيرويد جلاند عشان تطلع التوتال تي 3 والتوتال تي 4 اللي هو بعد كده يبقى ده اللي ماسك في بروتين, يروح فاكك من البروتين يبقى اسمه فري تي 4 وفري تي 3. طيب دلوقتي لو انا السيروتوكسيك كرايسيس ديت اللي بيحصل ان الثيرويد نفسها هي اللي عماله تطلع ثيرويد كتير جدا, تمام؟ يعني هي نفسها يعني بتبقى البرايمري ليجن بتاعها بيبقى في الثيرويد جلاند. هلاقي ايه عندي؟ هلاقي الفري تي 4 والتوتال تي 3 والفري تي 3 هلاقيهم الاثنين عاليين, تمام؟ طيب اما هم بيعلوا بيروحوا يعملوا نيجاتيف فيدباك على البيتيوتري جلاند, فيروح مقلل التي اس اتش. التي اس اتش بتطلع بقى undetectable, يعني اقل حاجه عندي انا في المعمل اعرف اقيسها, اقل رقم عندي للمعمل للتي اس اتش هو 0.01 سوري. فيطلع لي النتيجه undetectable بتبقى 0.01. طيب فانا لو هقيسته بقى في الثيرويد ستورم دوت هقيسته تي اس اتش هلاقيها undetectable, هتبقى less than 0.01. يعني هو دوت يعني اكتر تيست حساس ممكن اعمله له دلوقتي. ممكن عندنا وقيسته الفري تي 4 والتوتال تي 3 والفري تي 3 هلاقيهم برده عنده عاليين. ممكن لو انا قست له بقى التوتالات عنده برده بيبقى عالي, لكن ممكن ما يبقاش عندي اللي هو يعني اكتر حاجه اقدر اعتمد عليها هي التي اس اتش, لكن التي 4 والتي 3 بيبقى عالي لكن مش بيبقى عالي. يعني ممكن يبقى زي الحاله العاديه بتاعت اللي هي مش سيروتوكسيك ستورم, يعني ممكن يبقى زي الهايبر سيروديزم العادي. يعني
لكن اللي هيفرق معانا هي السيمتومز اللي احنا نقدر نلاقيها عند العيان بتاع الهايبر الكلينيكال سيمتومز يعني. طيب ايه السيمتومز اللي ممكن تبقى بتيجي يعني للبيشنت؟ هي اكتر حاجه فيها بتبقى الفيفر، السيروتوكسيك ستورم هو بيبقى الفيفر، هي بتبقى اكتر سيمتومز بتبقى بتجي لهم. ليه؟ لان الثيرويد انتوا عارفين الثيرويد يعني اساسا هي بتطلع انرجي، فطبيعي ان هي بتزود الميتابوليزم، فالفيفر درجه الحراره هتزيد. يعني اي سيمتومز بتاعت الهايبر ثيرويديزم هتلاقيها عنده فيري فيري اكزاجيريتد، ممكن بيجي لهم سيجرز، ممكن بيجي لهم تريمرز، ممكن بيجي لهم ديليريوم، ممكن بيجي لهم انكزايتي، ممكن بيجي لهم تاكي كارديا. طيب المانجمنت زي ما احنا قلنا، لو انت شاكك في البيشنت هو ممكن يكون واحد اساسا عنده هايبر ثايرويديزم وتوقف عن العلاج بتاعه ففجاه جاله كل السيمتومز ديت. طيب زي ما احنا قلنا الديتكتبل بتاعه بيبقى لازم الديتكتبل هو 0.01، يعني التي اس اتش بتاعه الاقيه واطي في الارض. ليه؟ زي ما احنا قلنا عشان الفري تي 3 والفري تي 4 ارقامهم بقت عاليه، فهو عمال يعمل نيجاتيف فيدباك على التي اس اتش. طيب بعد كده اللي عندنا الامرجنسي اللي بعديها هي المكسديما. هي المكسديما بقى هي ديت عكس الثيرويد ستورم. المكسديما دوت بقى اللي هو التي اس اتش والتي 4 بقوا قليلين قوي برضو، يعني هو لو زياده قوي لايف ثريتنينج، لو قليلين برضو قوي بيبقوا برضو لايف ثريتنينج، برضو لازم المانجمنت بتاعتهم كذلك يكون سريع. السيمتومز بتاعتها بتبقى بقى عكس الستورم زي او دلوقتي ده بقى السيمتومز عكسها، يعني بيبقى نفس السيمتومز بتاعت الهايبوثايرويديزم لكن بتبقى اعنف منها. تلاقي البيشنت عنده هايبوتنشن، برادي كارديا، هايبوثيرميا، ممكن يحصل له مالتي سيستم اورجن فيلير، فالبيشنت ده برده لازم يتلحق بسرعه، ممكن هتلاقيه فيري كولد. طيب هلاقي عنده ايه؟ هلاقي عنده بقى العكس، هلاقي عنده الفري تي 3 والفري تي 4 هلاقيهم واطيين، هلاقي تي اس اتش بتاعه عالي. نتيجة ايه؟ عالي علشان هو بقى بيعمل بوزيتيف فيدباك، الثيرويد مش راضية تطلع فري تي 3 ولا فري تي 4، فعمالة الانتيريور بيتيوتري عمالة تطلع تقول له اشتغل تدي له ستيميليشن، اشتغل تدي له ستيميليشن، فهي عمالة تزيد بتعمل بوزيتيف فيدباك علشان تحاول ان هي تشغل الثيرويد جلاند. بيجي بيبقى ايه السيمتومز بتاعتنا؟ بيبقى لو as a case example a 53 years old woman with a long history of hypothyroidism and tobacco. يعني كل الكرايسيس ديت بيبقى ليها predisposing factors زي ما قلنا، ممكن تكون infections، stress، ممكن تكون surgery، يعني او ممكن يكون زي ما قلنا ال MI، كل الحاجات ديت ممكن تعمل predisposing factor ان المريض يجي له crisis يعني. طيب and tobacco abuse presents to emergency department with generalized weakness, lethargy, mild shortness of breath, edema of her lower extremities, constipation, and slow speech. She admits to stopping her thyroid replacement 2 years ago. طيب في عيانين كتير قوي من بتوع الثيرويد خصوصا الهايبو ما بيبقوش عايزين ياخدوا العلاج يعني بتاعهم يعني. طيب her physical examination is significant for hypothermia, lethargy, deep bradycardia, dry mucosa, brittle and coarse hair, distant hard tones, bradycardia, decreased breath sound bilaterally. طيب بيبقى ايه بقى عندهم دوت؟ بيبقى ممكن بيكون عندهم طبعا انتوا عارفين طبعا ان الثيرويد هرمون بتبقى مهمه برضو للهيموبويسيس، ف يعني انتوا عارفين احنا بيبقى عندنا اللي هي النورموسيتك نورموكروميك انيميا بتاعت الكرونيك ديزيزز يعني، فالبيشنت دوت ممكن هنلاقي عنده انيميا ال TLC لان هو بيبقى فيه infections بتكون هي دي predisposing factor، بتكون ال TLC بتاعه عالي. البوتاسيوم بتاعه بيبقى واطي، بيبقى فيه معاه هايبوكاليميا الحالات بتاعت الميكسيديما، لان الثيرويد برضه بيبقى ليه علاقه مع الكورتيزول، لان هو بيكون ممكن يكون العيان دوت عنده عنده مشكله اساسا في البيتيوتري، يعني تكون مأثره على الاثنين، تكون مأثره على اسمها الادرينال، يعني سام تايمز بيبقى عندهم مشكله تكون مقسمه على الادرينال وتكون مقسره كمان على الثيرويد، سام تايمز تكون المشكله في البيتيوتري اساسا.
فالادرينال جلاند فيها هي الابينفرين، فيها الكاتيكولامينز يعني هرمونز، هي اللي بتبقى مسؤوله عن البرودكشن بتاعت الصوديوم والبوتاسيوم. فساعات بتبقى البيشنت عنده كومبايند الاثنين، ميكس ديما مع اديسونيان كرايسيس، فبتروح مؤثره على البوتاسيوم ليفل اللي عنده. يعني التي اس اتش بتاعه، هي طبعا اهم حاجه عندنا بتبقى هي التي اس اتش والفري تي 4، ان هي التي اس اتش تبقى واطيه، الفري تي 4 بتبقى تي اس اتش تبقى عاليه والفري تي 4 تبقى واطيه. طيب بعد كده عندنا الاديزونيان كرايسيس. الاديزونيان كرايسيس ديت بقى دي بتبقى اكيوت ادرينال انسفيشنسي، بتبقى في الادرينال جلاند اللي هي اللي فوق الكيدني. احنا عارفين احنا عندنا في عندنا حاجه اسمها ادرينال ميدالا، وعندنا في حاجه تانية اسمها الادرينال كورتكس. دي برضو بتبقى لايف ثريتنينج كده كونديشن، ان الادرينال برضو فجاه كده بتتوقف عن تفرز كل الهرمونات اللي هي المينرالوكورتيكويدز والجلوكوكورتيكويدز والكاتيكولامينز، بتتوقف برضو. برضو نفس الاسباب، برضو بتبقى سادن كده، وبتبقى نتيجه انفكشنز برضو او ستريس هو اللي ممكن يخليها تعمل كده. اتس اكيوت ادرينال انسفيشنسي، it's a life threatening برضو condition. بتحصل عند حد already marginal adrenocortical function who are subjected to a significant acute physiological stress. يعني بيبقى حد already عنده يعني marginal adrenocortical function، عنده مشكلة أساسا في الأدرينال بس تبقى mild، وممكن يتعرض لأي stress أو infection أو trauma، والمورتاليتي ريت بتاعتها طبعا عالية. كل الكرايسيس بتاعت الاندوكرين اللي قلناها ديت يعني it's very high risk. الدياجنوزس برضو depend on maintaining sufficient clinical suspicions، يعني هي برضو الحاجات دي محتاجة ان انت يعني clinical suspicions بتاعك يبقى عالي. احنا في التستات الحاجات اللي زي مثلا اللي احنا بنتكلم عليها دي، بيبقى في عندنا زي السكر كده حاجات اسمها point of care testing بتبقى موجودة في الرعايات. البوينت اوف كير تيستنج ديت ممكن تكون موجوده للتستات زي التي اس اتش مثلا، دي بتقدر ان انت تاخد منها النتيجه بتاعتك في 10 دقائق. فطبعا دي هتبقى في الكونديشنز زي اللي احنا بنتكلم عليها هنا ديت، هتبقى لايف سيفنج طبعا للبيشنت، وهتقدر تاخد بيها مع الكلينيكال ساينز، تقدر تاخد بيها افيري يعني سترونج يعني اند فاست ديسيجن. يعني الكلينيكال فايندنجز بتبقى في الاديسونيان كرايسيس ديت، الاديسونيان بقى هو بقى الكورتيزول اللي هو برضو بيعلي السكر ومسؤول عن الضغط، والمينرالوكورتيكويدز برضو اللي هو مسؤول عن الصوديوم فهيبقى واطي، اللي هنا الكاتيكولامينز برضو هتبقى واطيه، هتبقى فهتلاقي برضو الهايبوتنشن عند المريض. طيب هيبقى ايه بقى؟ clinical finding include shock, abdominal pain, fever, nausea and vomiting, electrolyte disturbance and occasionally hypoglycemia، عشان هم اساسا دولت كاونتر ريجيلاتوري هرمونز بيعلوا السكر، فهم ما يقلوا فالسكر يوتا. mineralocorticoid deficiency resulting in ability to maintain sodium and intravascular volume. فبيبقى عنده ايه بقى؟ بيبقى عنده hypotension. زي ما قلنا احنا we should not wait برضو for the lab result، لان لازم تكون سريعه. بنقيس له ايه؟ بنقيس له كورتيزول. طيب انا اقدر ايه اللي اقوله لك من وجهه نظر المعمل في الكورتيزول؟ الكورتيزول دوت ليه حاجه اسمها دايورنال فاريشن. يعني ايه؟ يعني الكورتيزول الصباحي بتاعنا غير الكورتيزول المسائي. ربنا خلقنا ان الكورتيزول دوت يعني هو برضو يعني زي ما احنا قلنا كده من الكاونتر ريجيلاتري هرمونز، اللي هو بيزود الجلوكوز، وزي ما احنا قلنا كل الفانكشنز بتاعته من شويه، فهو مسؤول عن يعني توفير انرجي للجسم. فربنا خلقه ان هو الصبح، علشان الصبح وجعلنا يعني الصبح هي الحياه والنهار الشغل وكل الحاجات ديت، فربنا جعل ان الصبح بيبقى الكورتيزول عالي، وبالليل علشان احنا هننام الكورتيزول الطبيعي بيبقى نص الكورتيزول بتاع الصباحي. طيب احنا ما بنيجي نطلب من المريض نقيس له الكورتيزول، بنقول له انت قيس لي الساعه كام بالظبط. ليه انا بقول له الساعه كام بالظبط؟ عشان احنا الريفرنس رينجز اللي احنا عاملينها اللي في المعمل بتبقى ليها مواعيد، فانا بقول له يعني من 8 ل 9، بعد 9 ما تقيسليش الكورتيزول، لان يعني الريفرنس رينج بتاعي مش هيبقى ماشي معاها، لان هي ليها دايورنال فاريشن، يعني تختلف مع اختلاف التوقيتات. طيب بسحبها على انبوبه نوعها ايه؟ بسحبها والله على انبوبه عاديه جدا، انبوبه كيميا اللي هي الحمراء العاديه دي.
طيب في منها بوينت اوف كير تيستنج في الكورتيزول، في منها ممكن اخد منها قرار سريع، في منها برضه. طيب هلاقيها ازاي بقى؟ هاخد هسحب للراجل دوت عينه صباحيه، هلاقي عنده كورتيزول اديسونيان كرايسيس، قلنا يعني كل الادرينال هرمونز بتبقى واطيه، فهلاقي الكورتيزول لو انا سحبته الاي ام بتاعه هلاقيه ايه؟ هلاقيه واطي، هلاقيه اقل من 3، وهو الطبيعي بتاعه من 5 ل 25. طيب هلاقي عنده ايه الفايندنجز التانية؟ هلاقي عنده هايبوناتريميا، هلاقي عنده هايبركاليميا، هلاقي عنده هايبوجلايسيميا، هلاقي عنده ليمفوسيتوزس وأوزينوفيليا، هو ده علشان الكورتيزول الواطي. طيب most cases of primary adrenal insufficiency تمام are autoimmune mediated but other common cause include infection and hemorrhage. احنا كنا قلنا ان هو اساسا بيبقى فيه underlying يعني adrenal cortical disease اساسا، يعني فالunderlying disease بتاعه اصلا ممكن يكون autoimmune وممكن يكون نتيجة برضو infection او hemorrhage مثلا، برضو بيقدر sometimes يعني الهيمرج مثلا لو حد في كار اكسيدنت جامده مثلا وحصل له هيمرج، لو واحده مثلا هي بتولد يعني lost a lot of blood برضو ممكن يحصل لها تدخل في اديسونيان كرايسيس. طيب في عندنا كده تيست كده. طب انا دلوقتي يعني انا قلت ان انا ما عنديش وقت، البيشنت دوت اتس لايف ثريتنينج، انا لازم الحقه. طيب فرضنا مثلا ان انا البيشنت كنت يعني لحقت سحبت، يعني انا سحبت له العينه تمام، وبعدين ابتديت اعمل المانجمنت، فانا دلوقتي بقى ايه مثلا يعني لحقت العيان، فبس بعمل دلوقتي التحاليل بتاعته. طيب انا دلوقتي suspecting ان البيشنت ده عنده ادرينال انسفشنسي، اول حاجه هسحبها له ايه؟ اول حاجه هسحبها له خالص هو الكورتيزول تمام، هسحب له الكورتيزول زي ما احنا قلنا عشان هو ليه دايورنال فاريشن، فانا هسحب له بتاع الساعه 8 الصبح تمام. والله هو عندي حاجه من الاثنين، يا يطلع نورمال يا يطلع اب نورمال. الكورتيزول ممكن يتقاس في الدم وممكن يتقاس في السلايفا. يعني احنا عندنا في كذا طريقه لقياس الحاجات يعني الانالايتس في المعمل، وليها كذا طريقه يعني في على حسب كل واحده زي ما انا قلت لكم في سنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعته على حسب البرفورمانس كاركترستيك يعني بتاعت كل تيست. ف يعني ففيو هاف السيرم وهاف السليفري، بس احنا اكتر في المعامل عندنا هنا في مصر يعني موجود اكتر السيرم اللي بنقيس منه يعني اللي في البلد. طيب دلوقتي ممكن السيرم، انا هبص دايما هنا على السيرم كورتيزول تمام. احنا كنا قلنا النورمال رينج هنا كان لحد كام؟ كنا قلنا لحد 25 خلاص، فاحنا هنا عاملين الكات اوف بتاعتنا لحد كام؟ لحد 15 خلاص. فاحنا هنا بنقول ايه؟ لو السيرم كورتيزول والله بتاعي اكتر من 15 او اقل من 15، لو هو اقل من 15 ده لا ده ممكن يكون فعلا الراجل ده عنده ادرينال انسفشنسي. طيب انا اعمل له ايه؟ هعمل له في حاجه اسمها اي سي تي اتش ستيميوليشن تيست. ايه الاي سي تي اتش ده؟ الاي سي تي اتش دوت الهرمون اللي هو بيعمل له ستيميوليشن من الانتيريور بيتيوتري عشان يخلي الكورتيزول يطلع تمام. طيب لو هو المشكله عند الراجل دوت في الادرينال تمام، الادرينال جلاند نفسها بايظه، انا مهما اديته اي سي تي اتش هي مش شغاله، يعني هي المشكله فيها، فانا بجرب والله. لكن لو كانت المشكله فوق في البيتيوتري، لو انا اديته اي سي تي اتش هتشتغل، لان تطلع المشكله هتبقى مش في الادرينال ساعتها. فهو بروح انا مدياله 250 جرام من اي سي تي اتش ستيميوليشن تيست ديت، والله لو انا لقيتها برضو الكورتيزول بتاعها اقل من 18 ده ممكن برضو يكون عنده ادرينال انسفشنسي. طب اروح انا اعمل له ايه؟ هقيس له الاي سي تي اتش بتاع 8 الصبح، لو لقيته زايد، مش احنا قلنا عندنا في حاجه اسمها نيجاتيف وبوزيتيف فيدباك تمام، هروح اعمل له بقى اقيس له الاي سي تي اتش، لو لقيته بقى عالي يبقى ده كان برايمري ادرينال انسفشنسي. ده انا هنا بشخص على فكره السبب بتاعه الاولاني اللي عمل له الاديسونيان كرايسيس يعني. لكن طبعا زي ما احنا قلنا اهم حاجه في الدايجنوزيس هو الكورتيزول، ان احنا نقيسه يعني 8 صباحا، واهم طبعا من كل دوت قلنا الهيستوري بتاعه. بس كده اي فينيشت فور توداي. انا اهم حاجه عندي في المحاضره هي الحته بتاعت الدي كي اي والهايبر اسمولر. فتحبوا تسالوا في حاجه؟ شكرا يا دكتور. المحاضره تقيله شويه دكتور، معلش انا عندي سؤال. اتفضل.
ايوه بالنسبة لو انا ما كان السيروم كورتيزون ما عرفتش اقيسه الصبح، يعني انا مثلا جالي في امرجنسي وعايز احدد الكورتيزون بتاعه ايه نظامه، لا ايوه ايه معاك حق. الريفرنس، This ايه is a الريفرنس smart بتاعي؟ question. صح انت معاك حق. This is a very smart question, a good question. لا انت في هذه يعني بص, هو طبعا انت ممكن تطلب الكورتيزول يعني هو لو هو يعني بس هي المشكلة ان انت ما تبقى يعني مش هتقدر تعمل منه a very good diagnosis, يعني مش هيساعدك. ليه؟ لان انت ممكن يكون هو واطي نتيجة ان هو ده مش يعني مش الميعاد بتاعه. يعني احنا عندنا بيبقى مثلا كورتيزول 8 بي ام او 5 بي ام او 8 بي ام, sometimes بيتقاس 8 بي ام و sometimes 5 بي ام. دي الريفرنس فاليو اللي عندنا. ممكن بقى انت ساعتها تعتمد مثلا لو البيشنت ده عنده سابق كورتيزول قبل كده هو عامله. ايوه يا دكتور، بس انا مثلا لو حد جالي بالكلينيكال فايندنجز اللي هي كانت موجوده مثلا اللي هو الابدومينال بين والفيفر والنوزيا والهايبوجلايسيميا والكلام ده كله، انا يعني عايز اقيس الكورتيزول دلوقتي، تمام؟ ايه الريفرنس رينج اللي انا هعتمد بيها اقول ان ده مثلا جالي بالليل او مثلا المغرب الساعه 6 بالليل؟ فانا على اي اساس مثلا هحدد ان ده في اديسونيان كرايسيس ولا لا؟ ايه الكات اوف عندي ساعتها؟ لا كمعمل يعني لا كمعمل ما احنا ما عندناش ريفرنس للكورتيزول يعني كده راندم اي وقت. هو كله بتبقى ريفرنسز بتبقى بالتايمد. طب هحدد على أساس إيه بقى ساعتها؟ بص يعني هيبقى بالهيستوري, هيبقى اكتر كلينيكال. بس انت برضو هاويفر انت برضو ممكن تسحب العينة. يعني البيشنت دلوقتي لو داخل في كرايسيس انت كده كده هتسحب له الفولو اب بتاعه العادي. ممكن بقى يعني هتعمل اكمبليت ساعتها, ممكن يكون بقى اكسكلوجن مثلا. يعني ممكن تعمله مثلا الثيرويد هرمونز, ممكن هتعمله الالكترولايتس, هتعمله البي اتش, هتعمله السي بي سي مع كلينيكال فايندينجز. اصل هو دكتور انا دلوقتي هيكون مثلا اكتر حاجه هيبقى بيشتكي بيها ان هو يعني الكونشس ليفل بتاعه مش قد كده، وغالبا الهايبوجلايسيميا، انا هيبان لي اول حاجه الهايبوجلايسيميا في التستس، عندي اول حاجه بعملها لو حد جالي اوبتنديشن او ديستربت كونشس ليفل في الاي ار، تمام؟ ما انا فمش هقول لك احنا في الاي ار بنعالج سيمتومز, واخد بالك؟ يعني انا دلوقتي في الاي ار بيشنت ان امرجنسي, انا مش ببقى دلوقتي بدور على السبب, انا بعالج اللي موجود. يعني مثلا هو عنده هايبو جلايسيميا يبقى انا لازم اديله جلوكوز بقى بالبرسنتجز اللي المفروض ياخدها, بالكونسنتريشن اللي المفروض اخدها. طيب انا دلوقتي عالجت الامرجنسي سيتويشن اللي عندي, افتر ووردز انا اي كان بقى ادور على الكوز بحيث ان يعني خلاص يبقى الراجل ده هي از دايجنوز. يعني عندنا الشيت اللي بيحصل له يعني بالهيستوري بتاعه. يعني انا بتريت هم، مش كده يبقى كده مش هديله بقى كورتيزول، هستنى لحد لما يجي 8 الصبح تاني يوم عشان اقدر اعمل له تيست قبل ما اديله الكورتيزول، ولا هدي كورتيزول؟ اصل الكورتيزول كده كده اصلا، يعني لما اجي ادي كورتيزون، هو الكورتيزون ان جنرال بيقلل الانفلاميشن بتاع كل حاجه، فانا هديله كورتيزون ازاي مثلا وهو عنده فيفر وابدومينال بين؟ انا كده ممكن هفكر في انفكشن، فانا مش هديله كورتيزون ساعتها، حضرتك ايوه فاهماني؟ فعلا دي حقيقة. بس This فانا is true. كنت عايز اعرف انا احدد ازاي ده كده اديسونيان كرايسيس ولا لا. هو فعلا اللاب يعني في القصة ديت مش كونكلوسيف قوي. طب بص انا ممكن هقرا فيها تاني واجاوب عليك. خلاص تمام، شكرا يا دكتور. العفو. اتمنى تكون المحاضرة كانت مفيدة.
ولو حد عنده أي أسئلة اتفضل. شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو، أشوفكم على خير ورب. بإذن الله. شكرا يا دكتور. العفو على إيه، ربنا معاكم ويوفقكم في الامتحان إن شاء الله، وأشوفكم بقى. إحنا لينا محاضرة كمان بقى على البلاد جازز، ف مش عارفة إحنا ممكن نبقى نخليها الأربع، هي المفروض التلات. ألو، أحسن الأربع دكتور، إحنا أحيانا بيبقى عندنا راوند في المستشفى. راوند؟ طب انتوا التلات بالليل بتبقوا موجودين؟ هو إحنا التلات المفروض ما بننزلش، فممكن نشوف الدفعة ولو كمان نعمل المحاضرة التلات. طيب هي التلات بس غالبا بقى، يعني هي كانت ميعادها 11، فيعني غالبا هخليها على 9 كده. اتس هي اوكي، 9 لو التلات، 9 بالليل التلات الجاي ان شاء الله. الثلاث الجاي خلاص تمام، مفيش مشكلة، يعني هيبقى اونلاين بدل لايف. مش انتوا عندكم امتحان؟ احنا عندنا امتحانات على طول يا دكتور، فاحنا يا ريت كل حاجة تبقى اونلاين، احنا مش عايزين ننزل المستشفى اصلا بكرة وبعد. شكرا، ربنا معاكم ان شاء الله تبقى سهلة كده وتعدوا من عنق الزجاجة. بإذن ربنا الله. يوفقكم كده وتبقوا احسن دكاترة ان شاء الله. هو خلاص كده كده حضرتك يعني حددي الميعاد اللي حضرتك عايزاه، ودكتور شيماء ماشي بتبعت لي في الآخر وأنا بقول له. ماشي ماشي يا محمد. ايه ده، انت يا محمد؟ ماشي خلاص اوكي، أنا محمد. ماشي يا محمد. طيب خلاص، غالبا هخليها لو كده، هقول للدكتورة شيماء غالبا التلات 9 بالليل. تمام. ماشي خلاص، ربنا يوفقكم ان شاء الله. لو عندكم اي اسئلة قولوا لي. تمام، شكرا دكتور. عفو عليك، مع السلامة، باي باي.